مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من بريطانيا، حيث أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنازل يلي فاقت التوقعات بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. بذلك بلغت نسبة الارتفاع 2.7%، وكان الملفت ارتفاع أسعار المنازل ببريطانيا بشهر أدار بنسبة 1.5%. ومننتقل إلى مصر، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ارتفاع الاستثمارات خلال أدار الماضي لتسجل حوالي 8.3 مليار جنيه. كما أفادت البيانات عن ارتفاع إجمالي عدد الشركات يلي تم تأسيسها أو توسعها خلال الفترة المذكورة 2326 شركة. تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي شهدت ارتفاع خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 14.5% لتوصل إلى 7.9 مليار دولار. ومننهي من الصين، حيث أشار الرئيس الصيني على هامش منتدى دافوس الآسيوي إلى سعي الصين بالانفتاح الاقتصادي، وتطرق إلى بعض الخطوات يلي يجب اتخاذها لدعم الانفتاح الاقتصادي، وشملت تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات من السيارات، إضافة إلى فرض الملكية الفكرية القانونية للشركات الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار للشركات الدولية. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة.